مساء الخير استاذ. مساء الخير جريس، إليك وللمشاهدين. شو عنا ببورصة الحكومة الجديدة؟ قبل البورصة بدك تسمحي لي حي وبارك لزميلنا وصديقنا غسان عطالله يلي صبر وبعتقد واكب وإن شاء الله يكون تعبه ما راح دعان. نتأمل هالملف يوصل لخاتمة سعيدة مع هذا أمل كبير، وعلى أمل أيضا رؤوس كبيرة أخرى يتم التطول لها والتطرق للتحقيق معه بهذا لأنه الملف. بالحقيقة يمكن المشاهدين ما بيعرفوا أنه كل شخصية مثل خينا غسان بتحط إيدها بكبد الفساد وبتفتح ملف تتعرض لحملة تشويه سمعة، لحملة قدح وزام، منا مرئي ومنا غير مرئي ومنا تحت الطاولة ومنا فوق الطاولة. انه يقدر يوصل وزير غسان عطالله بهذا الملف للمطرح يلي وصل له، كوني اكيده على مسؤوليتي واسالي مجرب ولا تسالي حكيم، يعني يتحمل عدد كبير من الخبيط يلي جزء منه بنشوفه وجزء ثاني ما بنشوفه. بنحيي لغسان، بنبارك له، تحيه له، وان شاء الله يوصل عن جد هالمره لمطرح بعتقد كل اللبنانيين بيعرفوا له الفساد بهالوزاره، بس ولا مره تحاسب حدا. ان شاء الله هالمره بيتحاسب حدا. أما موضوع بورصة الحكومة، لا، صار شيء جديد بالساعات الماضية وهو على الشكل التالي. الرئيس المكلف طلب موعد رسمي من القصر الجمهوري من بعبدة، وهالمرة وفق معلوماتي طلب يدخل من الباب الرئيسي وأمام عدسات الكاميرات. إذا كان حامل تشكيل من 18 وزير مثل ما البعض عم يهمس، فكوني أكيد بيكون عم بيقدم هي التشكيلة وهو بيعرف سلف إنه ما رح تشوف النور، لأن غير متفق عليها لا مع رئيس الجمهورية ولا مع الكتل النيابية الأساسية. وهون في سؤال أنا ما عندي جواب عليه، هل الرئيس سعد الحريري رح يحط مسودة حكومية؟ والسؤال الثاني، هل رح يغادر من بعدها ويفوت بعطلة الميلاد ورأس السنة وبيرجع بال21؟ كل المؤشرات من أشهر كنا مع حضرتك عم نقول عبكير أنه قبل ما يفل ترامب من البيت الأبيض مش مبين في حكومة، وكل مرة بقول هالمعلومة بقول بتمنى يصير طارئ جديد أو حدث جديد يغير فيها، لكن الواقع الرئيس الحريري التنام بعبدة مش مأكد إذا حامل مسودة أو لا، بس الأكيد مش رح يطلع بحكومة. أستاذ سالم، يعني لأي متى رح نضل ناطرين؟ مشكلتنا ناطرين ماكرون، وماكرون ناطر بايدن يجي على البيت الأبيض ويوكله بملف لبنان، والشعب ناطر مشاكل تانية إلها علاقة بالفيروس كورونا، إلها علاقة بالمدارس، إلها علاقة بالطرقات، إلها علاقة بالاستشفاء، إلها علاقة بالدواء، إلها علاقة بالقمح، إلها علاقة بالمحروقات. للأسف هي الحقيقة اللي أنا عودتك أولى مثل ما هي. يبدو السياسيين بلبنان وعلى رأسهم الحريري تحديدا ناطر ماكرون، وماكرون ناطر بايدن، ومن هون ليوصل بايدن على البيت الأبيض. عليك يا خير. بس استاذ سالم، يعني شفنا من يومين سجال بين وليد جنبلاط ومصطفى علوش حول المحاصصه بين، يعني هو عم بيقول هيك وليد جنبلاط، بين رئيس الجمهوريه وسعد الحريري، وايضا يعني شفنا انه سعد الحريري يعني مصادره صار لاكثر من فتره عم بتقول انه 18 وزير هو مسميهم حتى الوزراء الشيعه، وحتى اذا في من اختيار، يعني هي انسلت من 20 اسم عم بيتم اختيار منها الوزراء. هيدا منه دليل فعلا انه يمكن سعد الحريري عنده شوية حركة مستقلة، انه السجال بينه وبين بين مصطفى علوش ووليد جنبلاط منه دليل انه منه منسق معه؟ الاستاذ وليد مع احترامنا لشخصه هو عم ينتقد المحاصصة، وبنفس الحلقة بنفس هو عم يطلب حصة، طلب قال عرضوا علينا الخارجية او السياحة ورفضنا. اذا مش مزبوط الرئيس الحريري مش عم يتحاور، لا، عم يتحاور مع فريق وعم يترك فريق. والدليل أن الأستاذ وليد جنبلاط عمل أول مقابلة مش الماضي اللي قبله وقال بدنا يا التربية يا الصحة، صح؟ صح. رجع الجواب أنه الصحة خي بده يأخذها الاشتراكي، والتربية يبدو بقى تطلع من حصة رئيس، سوري، الصحة بده يأخذها المستقبل، والتربية يبدو من حصة رئيس الجمهورية. عرضوا عليه الخارجية والسياحة، وطلع علنا قال على هو عرضوا علينا الخارجية والسياحة وما بدنا هي. فسري لي كيف بتكون انت ضد المحاصصة وكيف بتكون انت فاتح بزار محاصصة علنا على الهواء. ولكون صادق معك، انا ما عم انتقد النائب ولي جملات، لا، لانه هذا حقه الطبيعي، صاحب كتلة كبيرة، سمى الرئيس المكلف، حقه يناقش وينقي حصته مثل ما الباقيين حقهم كمان يناقشوا وينقوا حصته. بس التيار ما سمى الرئيس الحريري. انا اللي بعرفه ستنا
انه الثنائي لحد هلا يعني قبل المداخله ب 40 دقيقه ما كانوا مسلمين الرئيس الحريري الاسماء، كانوا متفقين من وياه على امرين، الامر الاول على وزاره الماليه، الامر الثاني انه هن مستعدين ياخذوا بدل الصحه الاشغال، والامر الثالث انه خي قبل ما بدك تحط الاسماء بنعطيك بوكيه بتنقي من هالبوكيه وزير لكل حقيبه. انا اللي بعرفه قبل الحلقه ب 40 دقيقه تقريبا هالبوكيه ما تسلمت للرئيس الحريري، وعليه تقديري تنين الموعد وموعد للتسلية. هل التسلية رح تكون مع تشكيلة حكومية أو تسلية بلا تشكيلة حكومية؟ وهون رح أكون صادق معك وقل لي في مصدرين، واليوم أنا صحفي بتكل على المصدر، أنا ماني صانع للحدث السياسي. أكيد. في مصدر عم بيقول إنه الرئيس الحريري ماخذ معه تشكيلة من 18 وبيعرف سلفا إنه رح ترفض، وفي مصدر تاني بيقول لا رح ياخذ معه خطوط عريضة بدون ما يكون حامل تشكيلة وأسماء. بالحالتين التنين مش موعد لولادة الحكومة، التنين موعد جديد مع فارق بالشكل انه من الباب الرئيسي وقدام الكاميرات، وبعتقد من بعدها بيروح لعطلة الأعياد وبال 2021 اللي بعيش. يعني دايما انا بقول لك ان شاء الله ما تزبط معك، ما بعرف اذا بتزعل مني، بس عن جد ان شاء الله ما تزبط معك، لانه عن جد يعني اللبنانيين بحاجه لحكومه بهذه الظروف، حكومه قادره على اخذ القرارات. استاذ سالم قبل ما اخذه معك سريعا عن رفع الدعم، نقطه واحده للمره الثانيه مع حضرتك، تفضل. الفرق بين الراي والمعلومات، معلومات انا هذا مش رايي، هي معلومات اللي بيني. نعم اكيد واضح. رفع الدعم شو عنا فيه؟ المجلس المركزي لمصرف لبنان كان أساس الأربعاء الماضي بتتذكري شاطع مجلس النواب وأجل جلسته للخميس، مجلس النواب شاطع على الحكومة، قام المجلس المركزي عمل اجتماع وشاط الكرة بملعب الحكومة، الرئيس حسان دياب رح يجتمع التنين مع المجلس المركزي، يعني مع الحاكم النواب ومدير عام وزارة الاقتصاد. أنا بتمنى عبر الـ OTV على الرئيس حسان دياب اللي بنحترمه وبنقدره ما نطلع بحكي عمومي، يعني ما نقول كلمة سوف نرشد الدعم، كل اللبنانية بيعرفوا لا رح نكفي دعم مثل ما نحن ماشيين لأنه ما بقى في قدرة، ولا رح نوقف الدعم، رح نرشد الدعم، لكن كلمة ترشيد الدعم تحتاج إلى آليات واضحة. يعني منقول على سبيل المثال بالبنزين بدنا نعطي هاي الشريحة من الناس، يعني سائقي العمومي أو الموظفين أو منقول بالدواء هيدا الدواء الجنريك بدنا ندعمه هذا البرند، نحدد آليات. المشكلة لحد اللحظة يا أختنا الكريمة ما في تحديد للآليات، في 17 مليار و 860 مليون دولار حسب ما بلغ الجمعة الماضي الحاكم لأعضاء المجلس المركزي، هو عم بيقول بصرف 860 بيخلصوا بشهرين وعلى 17 بوقف. لا ما رح في وقف، بدنا نكمل، بس كيف بدنا نكمل؟ الحكومة معنية، الرئيس دياب معني، التنين ما يخلي المجلس المركزي يطلع من السراي من دون ما نكون متفقين على التفاصيل، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل. عموميات شبعنا، قلنا سنة مع حضرتك وغيرنا يمكن قبلنا عم بيقول يا جماعة وصلين لمرحلة بدنا نوصل للاحتياط الإلزامي، بدنا نوقف الدعم ينرشده. طيب سنتين عم نعلق عم نعلق عم نعلق. أنت أول من تحدث عن هذا الأمر. نعم. مدير مركز الارتكاز الإعلامي الأستاذ سالم زهران، أنا بشكرك على هذه المداخلة وهذه المعطيات، شكرا لك. اعتبر المجلس السياسي للتيار الوطني الحر